داوي الفضيل مدير مركب التكوين المهني توريرت، المعهد المتخصص في مهن النقل الطرقي واللوجيستيك اللي شرف على التدشين ديالو صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله يوم 25 يونيو 2013. هذا المعهد يهدف الى مواكبه الاستراتيجيه الوطنيه للنقل الطرقي وتفعيل الاستراتيجيه الوطنيه لتنميه وتطوير التنافسيه اللوجستيكيه، كما يهدف الى تكوين موارد بشريه مؤهله وبطاقة استيعابية تتجاوز 1500 متدرب ومتدربة. يوفر المعهد عرض واسع جد موسع من التكوينات، لا على مستوى التقني المتخصص، على مستوى التقني وأيضا على مستوى التكوينات التأهيلية كوكيل الفحص التقني وإدارة وتسيير المستودع. كل هذه التكوينات تساعد الشباب على الاندماج في سوق الشغل، كما تساعدهم أيضا على خلق المقاولة الخاصة بهم أو استكمال الدروس ديالهم أو التكوينات ديالهم في إطار نظام الممرات أو الإجازة المهنية. سي محمد، انت ان كونسيي دورينتاسيون، دونك مستشار في التوجيه هنا في الاو اف بي بي تي، وغادي نتعرفوا من خلالك على شروط الولوج لهذا المعهد ديال النقل واللوجيستيك في مدينه توريرت. اللي تنعرف هو انه هنايا كاين مستوى تقني وتقني متخصص، اللي عرفناه من خلال الحلقات السابقه في جميع لي سنتر اللي زرناهم ديال الاو اف بي بي تي، هو انه طبعا التقني متخصص مطلوب منه شهاده البكالوريا، والتقني ما تيكونش مطلوب منه شهاده البكالوريا، كيكون مستوى بكالوريا. الان شنو هما انواع البكالوريا المطلوبه في هذا الانستيتو باش نولجوا لاحد لي زوبسيون المتوفره؟ تماما. اذا بالنسبه للمستوى التقني المتخصص، فالبكالوريا يعني نقولوا اللي تسمح بالولوج لهذا النيفو هذا هي البكالوريا العلميه او التقنيه. بالنسبه للمستوى التقني هناك يعني شعبه هي مونيتور اوتو ايكول، هي يعني تسمح حتى للشعب الاخرى بالولوج اليها. طبعا اذا نعم جميع، اذا نعم. جميع الشعب متوفره بالنسبه للمستوى التقني، بينما مستوى التقني متخصص. وضحتي لنا الامور. الان اكيد ان هنالك شروط وجب اتباعها او مراحل وجب اتباعها بور لا بري انسكريبسيون، يعني التسجيل المسبق. عرفنا ايضا انه كاين الان اون بلاتفورم نوميريك، كاين ان سيت اللي هو www.offpt.ma اللي ممكن تسجل فيه ونحط فيه الوثائق. نذكروا بالوثائق مره اخرى الخاصه بمستوى التقني وتقني متخصص. بالنسبه لشروط التسجيل بالنسبه للمستوى التقني المتخصص، يعني مطلوب شهادة البكالوريا، ومطلوب نقولوا لي غولفي دو نوت او كشف النقط ديال البكالوريا، زائد صورة شخصية للمترشح، إضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. هذا بالنسبة للتقني المتخصص. بالنسبة للتقني، بالنسبة للمستوى التقني، إذا غالبا المستوى التقني يعني يقدر يتسجل فيه حتى الحاصل على شهادة البكالوريا. وكذلك يعني اللي لم يتوفق في الحصول على شهادة البكالوريا، هنا كيكون يعني مطالب بأن يحضر وثيقة مدرسية أو شهادة مدرسية تثبت بأنه درس مستوى الثانية بكالوريا، يعني إلى حدود 30 يونيو يعني كامل. كنعتقد بأنه وجب نذكره مرة أخرى يعني بشرط السن، أنه اللي احتل 30 سنة. بالنسبة لشرط السن، نعم كما قلت هو يعني في حدود 30 سنة، يعني بالنسبة لجميع المستويات. النقطة أخرى مهمة هو أنه حاملي شهادة البكالوريا أكيد كيتم اختيارهم على حسب الاستحقاق، بالتالي اللي كيكون عندهم أحسن نقاط هو اللي كيتم اختيارهم حسب مقاعد البيداغوجية المتاحة في هذا المعهد هذا كيف ما في باقي المعاهد. ولكن بالنسبة لمستوى تقني كيفاش كيتم الاختيار؟ إذا بالنسبة للمستوى التقني، فيعني الاختيار كيكون عن طريق إجراء اختبار، كيكونوا غالبا 4 دورات ديال الاختبار في هذا المستوى هذا، يعني وكتشوفوا على حسب النقط، يعني النقط في هذا الاختبار هذا، وكيكونوا ان ديليبيغاسيون ديال لي ريزولتا، وعلى اساسها يعني كيتم انتقاء يعني الناجحين في هذا الاختبار. وغالبا كيكونوا عندنا يعني دي ليست ديال لي زادمير ولي ليست ديال نقولوا دي ليست داتونت. الو لي ليست داتونت، واش كيكون عندهم يعني امل فانهم يتم يتقبلوا زعما في هذا المعهد هذا؟ وشنو هي هذه الشروط هذه، وشنو هي هذه الظروف هذه اللي كتخليهم يتقبلوا من بعد؟ وطبعا طبعا كاين امل، وطبيعه الحال حيت ماشي كاع يعني ماشي جميع يعني نقولوا لي كونديدان اللي دوزوا التيست وكانوا في لا ليست دادمي، ماشي كاملين يعني
كيجيو يتسجلوا، كاين اللي يقدر مثلا نقولوا يختار شي شعبه اخرى او الى اخره، يعني كاين اسباب متعدده اللي يعني اللي كتخليهم يعني ما كتقولي كتخليهم مقاعد خاليه. فبالتالي exactly. ممكن هذوك الناس اللي تيكونوا في لائحه الانتظار يستافدوا من المقاعد اللي كتكون خاليه. الجميل هو انه الان فقط الاشخاص اللي يتم قبولهم هما اللي تيكون مطلوب منهم يجيبوا الاوراق ديالهم لاعتماد المقعد ديالهم اللي تم حجزه لهم. فبالتالي قبل كان الكل تيجي باش يجيب هذه الوريقات هذو، الان فقط الاشخاص اللي كيتم اعتمادهم واللي تيتسجلوا رسميا في المعهد هما اللي مطلوب منهم انهم يجيو. تماما، وهذا يعني في النظام يعني التسجيل اللي اعتمدوا المكتب يعني انطلاقا من هذا الموسم هذا، يعني كيكونوا لي دوكيمون يعني ما كيمشيش، يعني نقولوا لو كونديدا ما كيمشيش ليتابليسمون باش يحط يعني نقولوا الدوسي الورقي ديالو، انما كيسكانيه يعني باغ انترنيت كيسكانيه يعني كي يعني كنقولوا يسكانيه في السيت ديال كيسكانيه لو بورتاي ديال www.ofpt.ma. اكزاكتومون، دونك وحتى يعني كيتوصل باشعار بانه يعني تقبل في نقولوا في الشعبه اللي تسجل فيها. ديك الساعه كيكون يعني مطالب باش يجيب نقولوا الملف الورقي. سيدي محمد شكرا، يعني استكملنا معك تقريبا جميع النقاط المهمه في مراحل التسجيل والقبول داخل المعهد. الان اللي بقى لنا هو اننا نتعرفوا على لي زوبسيون او لي فيليير المتاحين داخل معهد النقل واللوجيستيك هنا في مدينه توريرت. السلام عليكم، ياسين نعمي، مكون في المعهد الطرقي للنقل واللوجيستيك بتوريرت. كنقري المتدربين ديالي شعبة تقني في اللوجيستيك. هاد الشعبة هادي كتكون من مجموعة من لي موديول، من بينهم لا جيستيون دو لا برودكسيون. لا جيستيون برودكسيون هو واحد لو موديول اللي كنحاولوا من خلاله نعرفوا المتدربين على كيفية استعمال الآليات، كيفية استعمال لي ريغلاج ديال لي ماشين، كيفاش نديرو لا مانتونونس بريفونتيف اي كوريكتيف بالنسبه للمتدربين اللي كيساعدهم باش الالتحاق بسوق الشغل بواحد الطريقه اللي هي سهله جدا. كما كاين كيف ما كاينين دي موديول تيوريك، كاين دي موديول براتيك، من بينهم لو موديول ديال دوفل بي ام اس. هذا الموديول اللي كي بيرمي دو جيري لو ستوك، يعني من خلاله المتدرب كيقدر يعرف كيفاش يتوصل بالبضائع وكيفاش يدير لهم لا سيزي في واحد لو سيستيم انفورماتيك، ومن بعد كيفاش يبريباري هذيك السلعه وكيفاش يوجدها للكليون في واحد الوقت اللي ضئيل جدا، لانكم كتعرفوا ان في لوجيستيك الوقت بالنسبه لنا شيء ضروري، وضروري لان الكليان كيحاول توصل ليه السلعه في اقرب وقت ممكن، سينو كيكون هناك دي بيناليتي دو غوتار. اما بالنسبه لي زوتر موديول عندنا، كنحاولوا نتواصلوا مع المتدربين بالنسبه دي موديول دو لا جيستيون بحال ماناجمنت دو لا كاليتي، كنعلمهم كيفاش يديروا لا سيرتيفيكاسيون ديال لي زونتربريز، كيفاش يواكبوا الرؤساء ديال الشركات ويساعدوهم في الحصول على شهاده الايزو العالميه. هذا من خلال لي موديول اللي كنقراو. كما كاين كذلك بالنسبه للمتدربين فاش كيحصلوا على الشواهد هادو ديال التقني في اللوجيستيك، بامكانهم يا اما ينشئوا الورشات ديالهم الخاصه بهم، يا اما يقدروا يلتحقوا بمجموعه من المدارس الاخرين اللي يقدروا من خلالهم يديروا لا ليسونس او الماستر، او بامكانهم يلتحقوا بنظام الممرات. الوغ فاش كيتخرجوا المتدربين كيشتغلوا في مناصب كبريباراتور دو كوموند، اجون دو ريسبسيون، ماغازينيي، اكسبيديتور، مجموعه من المناصب اللي كتمنحهم ينميو القدرات اللوجستيكيه ديالهم. اما بالنسبه للقطاعات فالخريجين ديالنا بامكانهم يخدموا في قطاع النسيج والالبسه وقطاعات تركيب السيارات. نبيل ايتبلا، استاذ فورماتور في المعهد المتخصص في مهن النقل الطرقي واللوجيستيك، مسؤول عن الشعبه ديال تكنيسيان سبيسياليزي ديكسبلوطاسيون اون ترونسبور. فهاد لا فيليير هادي كنقريو لي ستاجير مده ديال عامين. في السنه الاولى كيكون واحد المجموعه من الوحدات دي موديول اللي هما تطبيقيه ونظريه. الهدف منهم هو اننا كنزودوا المتدرب مجموعه من الكفايات لي كومبيتونس
لي كو سوا او نيفو ديال ليكسبلوطاسيون ديال الترونسبور. مثلا عندنا ان موديول ديال ليكسبلوطاسيون تكنيك دان بارك دو فيكول اللي كيمكن للمتدربين في السنه الاولى انهم يتعرفوا على يعني كومون جيري كيفيه تسير واحد يعني البارك ديال لي فيكول اندستريال اللي هما ديستيني لي زوبيراسيون دو ترونسبور. كما انهم كيمكن كيتلقنوا ولا كيتعرفوا على مجموعه من المواد اخرين دي موديول اخرين بحال لا ريغلومونطاسيون ناسيونال لا ريغلومونطاسيون انترناسيونال اي لورغانيزاسيون لو سويفي دون بريستاسيون دو ترونسبور ناسيونال. السنه الثانيه المتدربين ديالنا كيطالعوا على محتويات اللي هي اكثر تخصصا مثلا لورغانيزاسيون اي لي سويفي دون بريستاسيون دو ترونسبور انترناسيونال. يعني هنا المتدرب خاصو يكون قادر على انه ينظم واحد بريستاسيون دو ترونسبور ماشي فقط يعني او نيفو ناسيونال يعني في المغرب مي على مستوى الدولي، نقل بحري، نقل طرقي، نقل جوي، انسي دو سويت. وكذلك كيتعرفوا في السنه الثانيه على محتويات اللي الطابع ديالها طابع تجاري، لانه التقني المتخصص في استغلال النقل من بين المهام الرئيسيه ديالو هو انه يكوميرسياليزي اون بريستاسيون دو ترونسبور، اضافه الى مجموعه من المحتويات اللي هما دي موديول اللي هما نو تكنيك غير تقنيه كنسميهم دي سوفت سكيلز. وهذه المهارات هادو كتمكن المتدربين انهم غدا ان شاء الله كيندمجوا بسرعه في سوق الشغل، ولما لا حتى بالنسبه للراغبين في اتمام الدراسات ديالهم كاين عندهم افاق اتمام الدراسه على مستوى الجامعات الوطنيه أو لا يسلكوا يعني اختيار ديال المقاولة إن شاء الله. السلام عليكم، هشام السيسي، مكون معهد النقل واللوجيستيك تاويرت، شعبة مدربي تعليم السياقة، شعبة اللي كتقرى في مدة سنتين وهي مفتوحة في وجه التلاميذ أو الطلبة اللي عندهم مستوى بكالوريا أدبي وعلمي، مدة تكوين فيها سنتين، من بعد كي يحصل فيها لستاجير ولا المتدرب على ديبلوم ديال مدرب تعليم السياقة. السنة الأولى هي عبارة عن مواد نظرية وفيها تطبيقيه. بالنسبه للتطبيقيه في السنه الاولى كتكون كتهم لينا البواليجي ولا السياره، في السنه الثانيه نفس العمليه كتكون مواد نظريه ومواد تطبيقيه. المواد التطبيقيه كتكون عباره عن فلابيست او في المسلك تعليم ديال كيفيه التعامل مع الشاحنه سواء شاحنه الصغيرة أو الشاحنة المتمفصلة زائد الدراجات النارية. وكما قلنا من بعد كيحصل المتدرب على ديبلوم ديال مدرب ديال تعليم السياقة اللي كتخولو الاندماج في سوق الشغل بصفة نقدروا نقولوا بصفة أوتوماتيكية، لأن سوق الشغل بالنسبة للمتدربين ديال تعليم السياقة سوق اللي محتاج للمتدربين في هذا الميدان. لذلك كنقول بأنه الناس ولا لي ستاجير ولا المتدربين اللي كيخرجوا في هذه الشعبه فالاندماج ديالهم في سوق الشغل كيكون قرابه 100%، بمعنى انه ما كاينش عطاله في هذه الشعبه ديال مدربي ديال التعليم السياقه. المتدرب في هذه الشعبه ديال تعليم السياقه ممكن انه اما يدير مقاوله ذاتيه ديالو وعنده الامكانيه انه يديرها مادام انه حاصل على ديبلوم ديال مدرب تعليم السياقه، او انه يعمل عند شخص اخر اللي عنده كما قلنا ايطابليسمون ولا مؤسسه ديال تعليم السياقه. الاساس في هذا الشيء كامل هو انه اللي نضمن لكم كمكون في هذه الشعبه هو انه الاندماج في سوق الشغل فهو مضمون 100%. نوال بردة، فورماتريس ريسبونسابل ديكسبلوطاسيون لوجيستيك في لانستيتيو سبيسياليزي دو ميتيي دو ترونسبور اوتي لا لوجيستيك ا تاوريت. سي اون فورماسيون دو دو زون لي ابخي كي تخرج لو ستاجير ان تكنيسيان سبيسياليزي اون لوجيستيك. لا فورماسيون سا سو ديرول اون دو زون
لا بروميير اني كيقراو بزاف ديال لي موديول اي كومبري دي موديول تكنيك اي كومبري دي موديول دو كومونيكاسيون اي دي موديول لي هما دوغدر ماناجيريال لو اون دوزيام اني سورتو كاين دي موديول لي هما تكنيك لي فيهم لا تيوري اي لا براتيك بحال لا جيستيون فيزيك دي ستوك دي زامبلونطاسيون لا بريباراسيون دو كوموند لي اكسبيديسيون لا جيستيون بيدجيتير جيستيون دي مويانز هيومان. C'est une formation qui est ciblée pour les jeunes qui veulent intégrer le secteur logistique, surtout que c'est un secteur en plein ampleur ici au Maroc. Après l'obtention de le diplôme, le stagiaire qui prend le choix entre l'insertion directe sur le marché d'emploi, en secteur privé ou en secteur public, ou bien il peut commencer à travailler en licence professionnelle, et surtout qu'il lance ça au niveau des différentes facultés au Maroc. السلام عليكم. معكم فؤاد تقاوى، أستاذ مكون شعبة إصلاح الآلات ذات المحرك من نوع الشاحنات والحافلات. هذه الشعبة كتطلب عامين ديال التكوين. هاد العامين كتكون العام الأول كنقريو وحدات فيها التيوريك وفيها البراتيك، كنحاولوا نوصلوا تيوريكمو يعني نظريا للمتدرب، يعني كيفاش كيخدموا الانظمه، كيفاش الناس كيتكونوا، كيفاش كنمكننا نلقاو العطب، وكذلك كنحاولوا نطبقوا معهم هذا الشيء هنايا عندنا في لاتولي. يعني نديروا كيف كنديروا النظري كنديروا التطبيقي. وعندهم واحد هنايا هذا الفورماسيون ولا هاد الفترة ديال التكوين هي انترني، يعني بشكل متناوب، يعني كيقرا عندنا مثلا هنا شهر وكيخرج شهر ديال السطاج، يعني كيستاجي في دي زونتربريز في الشركات او على حسب كل الاستطاعة ديالو، باش منا داك النظري كيزيد يدعمو بالتطبيقي، ويعني كيحاول يكون كابابل يعني قادر باش انه من بعد يتانتيغرا او لا يندمج في سوق الشغل. بعد التخرج يعني في نهايه الفتره ديال التكوين، يعني يمكن هذا الستاجير هذا يعني يفتح محل ديالو الا كانت عنده الاستطاعه، او لا يخدم في شركه كتكنيسيان في اصلاح الالات ذات المحرك من نوع الشاحنات والحافلات كذلك، او لا يمكن يكمل القرايه، يعني اللي كيكون عنده مثلا هدف انه يكمل القرايه ديالو، يعني مثلا يدير دياغنوستيك تي اس في الدياغنوستيك، يعني تكنيسيان سبيسياليزي في الدياغنوستيك، يعني كيزيد يطور المهارات ديالو والافكار ديالو في الدومين ديال الميكانيك. ماي واي ولا طريقي هي منصة التوجيه الجديدة اللي طلقها الواي اف بي بي تي، والغرض منها هو مساعدة التلامذ على انهم يكتشفوا المهارات اللي عندهم، وايضا يلقاو الطريق ديالهم في كل المهن اللي كيقترحها مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل. واش ممكن تكلم لنا سيدي محمد على هذه المنصة؟ اذا تماما، مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل اطلق مشروع جديد، يعني لارساء نظام جديد في التوجيه، ومن المميزات ديالو هي اطلاق هذه المنصه الالكترونيه ماي واي، وهي كتيح مجموعه من الخدمات للشباب والتلاميذ، منها مثلا خدمه اتعرف على نفسي اللي من خلالها ان يعني تلميذ او الشاب يقوم باجراء اختبار، يعني كتعطيه مجموعه من الاسئله وهو يجيب على الاسئله يعني بعفويه وصدق، ويعني كيحصل على دي ريزولطا سون كومباتيبل مع البروفيل بروفيسيونيل ديالو. يعني كيعطيه انه هنالك ان كيستيونير، دونك مجموعه من الاسئله اللي تنجاوب عليها واللي ربما كتخليني نعرف واش المهارات اللي عندي تتوافق مع بعض التخصصات اللي كيقترحها مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل. تماما. اذا ملي كيدير هذا الاختبار هذا، ديك الساعه كيشوف يعني لي سيكتور ولي فيليير، وهذه المنصه هذه كتتيح له كذلك يعني يتعرف على هذه الفيليير هذو، يعني المنصه يعني كتقدم معلومات نقولوا شامله ووافيه على كل فيليير وعلى كل سيكتور، ومنها يعني كيعرف اش من فيليير اللي ممكن انه يتوجه لها. وكتيح واحد الخدمه اخرى هي مثلا نقولوا تشات بوت،
او ان يعني الشاب يعني كيقوم بطرح اسئله على نقولوا الروبو من خلال تقنيه الدردشه. تماما من خلال الدردشه، وكذلك تتيح له امكانيه انه يحدد نقولوا موعد مع مستشار في التوجيه. اذا ممكن جدا انني نتواصل مع يعني روبو اللي هو نسموه الذكاء الاصطناعي. دونك هذا الذكاء الاصطناعي ممكن انه يجاوب على عدد كبير من الاسئله، لان هنالك اسئله متكرره، دونك الاجوبه تكون ستاندرد، تكون يعني جاهزه. او اذا مثلا ما اكتفيتش، ما بغيتش نتعامل غير مع اون ماشين ولا مع ان روبو، دونك ممكن تواصل مباشره مع مستشار في التوجيه، كيكون اللقاء فاس فاس ولا تكون او تهو على البعد. ذلك حسب الاختيار، ممكن يكون لقاء يعني فاس فاس مع مستشار في التوجيه، وممكن يكون عن بعد، يعني حسب نقولوا حسب الوضعيه وحسب الاختيار وحسب ملي تنقولوا غادي نتلاقى به فاس فاس. هنالك مراكز توجيه متوفره في جميع مناطق المملكه، وممكن اي تلميذ او اي شاب عنده رغبه فانه ياخذ بعض المعلومات يتوجه لها. نعم، نقول تقريبا جميع مؤسسات التابعه لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل يعني يتواجد بها مستشارون في التوجيه. فبمجرد ما يعني الشاب او التلميذ يقوم بتحديد او باختيار موعد مع مستشار في التوجيه، فيحدد كذلك يعني المؤسسه التي سيتواجد بها هذا المستشار. ممتاز. اذا الان من خلال هذه المنصه هذه اللي هي منصه رقميه تنقربوا المعلومه مره اخرى للشباب الراغبين في الالتحاق بمكاتب التكوين المهني وانعاش الشغل او لي زانستيتيو اللي متوفرين في المغرب كامل في مختلف التخصصات. عنده قدره الان انه يعرف شخصيته، كفاءاته، مهاراته مع اي شعبه واي تخصص كيتناسب والاقرب ليه. وممكن ايضا اننا نتعرفوا عن طريق هذا الموقع هذا على جميع التخصصات اللي كيقترحها مكتب التكوين المهني، مع معلومات اكيد لتتبين واش مستوى تقني ولا تقني متخصص، واش مطلوب البكالوريا او فقط مستوى بكالوريا، واش تاهيلي، واش تخصص، الى غير ذلك. طبعا جميع الشعب وجميع المستويات المتوفره. وممكن ايضا انني نعمق هذه المعارف ديالي عن طريق لقاء خاص سواء عن بعد يعني باستعمال الموقع باستعمال تقنيات زوم او كذا باش نتواصل مع هذا الموجه الا ما كانش عندي قدره انني ننتقل للمكان اللي كيتواجد فيه، او الا كنت في نفس المدينه نمشي لعنده ونتواصل معاه. شكرا لك على كل هذه المعلومات هذه اللي وضحت لنا طبعا هذا المشروع الجديد اللي هو منصه رقميه سميتها ماي واي. نذكروا بعنوان الموقع. نعم، عنوان الموقع هو www.myway.ac.ma. شكرا لك سيدي محمد على جميع هذه المعلومات هذه. مرحبا. جات الوقيته ديال فقره مهارات فين تنعطيوكم لي زيليمون كلي اللي خصكم ديفلوبيهم باراليل مع لا فورماسيون دو باز ديالكم. الى عقلتوا في الاسبوع اللي فات كنا هضرنا على لو بروغرام ديال بي اي او، programme d'innovation entrepreneuriale. اليوم جينا نشوفو كونكريتمون شنو كيدار في هذا لو بروغرام هذا، ومعنا شباب اللي ديجا خدموا على دي بروتوتيب دو بروجي. مثلا هذا لو بروجي ديال الشباب اللي خدموا فيه على لو ترونسبور. عندنا ان دوزيام بروجي ديال دار الضيافه اللي واحد بغى يكونكريتيزي حلم ديال الطفوله ديالو انه يدير شي حاجه تقليديه ولكن بشكل اللي شي شويه عصري. وعندنا ان اوتر بروجي اللي هو لافاج مودرن avec des options li zaydin ala hasab le besoin des les clients. Ou adna le 4e projet li huwa café 100% femme fi el mintaqa li ma kayen hatta projet men had el nou' hada. Adna d'autres projets li kaynin derrière, ghanakhdou wahed menhom ou ghandi décortiquer mzyan bach na'rfou chnou fih li mzyan ou chnou li choses a développer. السلام عليكم، معكم ياسين بوغت، متدرب في المعهد المتخصص للنقل واللوجيستيك، معي شريك في المشروع حمزة الطيبي. في إطار البروغرام دينوفاسيون انتربرونوريال، من بعد أننا ناخذ الدبلوم ديالنا ونتخرجوا، فكرنا أنه نديروا مشروع ديالنا، يعني مقاولة ذاتية. والفكرة كانت كالتالي، يعني لافاج إليبريفيكاسيون هي ديجا كاينه في السوق، ولكن حنا فكرنا اننا نطوروا هذه الفكره هذه ونزيدوا عليها دي سيرفيس اللي ما كاينينش يعني تميزوا على الاخرين. عندنا هنايا واحد يعني غادي يكون واحد السيرفاس كبير باركينغ فين غادي يكون فيل داتونت على حساب لي كليون بور لافاج و ليبريفيكاسيون. عندنا ان بيرو دادمينستراسيون اللي غادي يكون فيه اوسي ان بوتيك
pour acheter les produits li متعلقين بالسيارات و وفين يسجلوا على حساب لي كارت فيديليتي و pour obtenir des cadeaux etc. عندنا واحد المكان فين غادي يقدروا يصايبوا الجراير على حساب النفس ديال الجراير و غادي يكون واحد المقهى اون بلوس يعني على حساب لي كليون لي يجيو باش يرتاحوا يعني يحطوا الطوموبيل ديالهم الفيكول ديالهم تصايب في لافاج او ليبريفيكاسيون وياخذوا القهوه ديالهم بارك الله عليكم وعلى الشباب الاخرين اللي ما تحشنا الفرصه اننا نشوفوا لي بروجي ديالهم ولكن ديجا لي بروجي ديالهم حاجه مزيانه وغادي نرجعوا لو ديتاي ديال كل واحد فيهم اللي بغيت نسولك على هذا المشروع واش عندك فكره على شنو هو الاستثمار الكافي باش ان هذا المشروع يدخل للوجود الاستثمار الكافي هو غادي يحتاج واحد يعني واحد المبلغ اللي كبير يعني ماشي مبلغ صغير لحقاش باش تصايب اون ستاسيون اللي عندها واحد السيرفاس كبيره وفيها ميتي سيرفيس غادي يخص واحد واش ديجا حسبتوا ولا مازال احنا زعما درنا لا شارط دونغاجمون باش نديروا باش نحدوا يعني الدوفيز وداكشي ولكن غادي يحتاج لواحد المبلغ كبير لان مهم اننا نحسبوا شحال غادي يكلفنا وشحال غادي نوليو ندخلوا في كل شهر مثلا باش نعرفوا واش هذاك الاستثمار الكبير غادي يدير لنا مدخول كبير اولا الاستثمار كبير والمدخول غادي يكون قليل لان لافاج كما تتعرفوا العدد ديال السيارات محدوده اللي يقدروا يدخلوا عندك كل نهار دونك كضرب عدد السيارات في عدد في الثمن ديال كل سياره وكتشوف ذاك النهار شحال غادي يدخل شحال غادي يتخلص الناس اللي خدامين معك وذاك الربح اللي يبقى لك واش كومباتيبل مع الانفيستيسمون هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه ولا السؤال الثاني اللي بغيت نسولك باش تقدروا انكم تلونسيو هذا المشروع الوجوه خصكم تحددوا شكون هما لي كليون ديالكم واش نتوما باغيين تخدموا مع الناس العاديين ولا مع الشركات ولا مع مولين الطاكسيات يعني باغيين تخدموا بي تو بي ولا بي تو سي هي نورمالمون هذا المشروع على حساب كل شيء حقاش كاع كنخدموا لي فيكول وديجا لي فيكول زادين كيتزايدوا يعني في في المغرب وهادي ومن قضيه الاستثمار انا كنفكر انه حنا غادي نوازنوا داك المدخول لانه عندنا دي سيرفيس اخرين من غير لافاج وليبريفيكاسيون كاين مثلا كافي ريستوراسيون عندنا واحد البوتيك على حساب لي برودوي ديال لي فيكول يعني كنظن انه غادي يوازن هي الموازنه حاجه مزيانه ولكن اللي صعيب في انك دير ان بيزنس وكتكون ان جون اونتربرونور هو كتبغي دير كل شيء باغي دير لافاج باغي دير حداها كافيتيريا وباغي دير هادي وباغي دير هادي في الاخر تلقى راسك تدير بليزيوغ بيزنس في بيزنس واحد اخر في بيزنس واحد الوغ بيزنس بلوغ سينحدد شنو هو البرودوي ديالي داكشي علاش ممكن ان الاصدقاء ديالكم اللي دايرين كافيتيريا تقدروا تدخلوا معاهم دي بارتنير هما يجيريو دونك تتوليو كتخدموا اون كولابوراسيون الصديق ديالكم اللي داير شركه ديال ترونسبور تقدر دير معاه بارتناريا الثمن اللي غدير ليه قليل ولكن غيبقى يجيب لك السيارات ولي ترونسبور ديالو بشكل اللي هو دوري المهم التجربه اللي بغينا نعيشوا اليوم هي التجربه ديال اننا ندوزو من هضرنا على شنو هو البروجي دينوفاسيون اونتربرونيال دابا شفنا شنو هما لي بروجي اللي كديرهم فيهم لينوفاسيون وكندعي جميع الشباب اللي معاكم هنايا واللي غادي يكونوا في هذا البروغرام انهم تكون عندهم لينوفاسيون والحاجه الثالثه هو ندخلوا في الديتاي ديال الديتاي ديال الديتاي لان المقاوله ما بين البروتوتيب والحقيقه كيكون فرق تبارك الله عليكم الله يبارك فيك هذا هو الهدف من هذه الفقره هذه هو نشوفوا شنو خصني دار باش ندوزو من الحاجه اللي في دماغنا للحقيقه ولا للواقع والواقع خصو لا براتيك لا براتيك تعطيك الفيدباك باش كتولي متاكد ان داكشي اللي في دماغك كومباتيبل على مع لو مارشي كسوا في لونتربرونيا ولا في الصالاري